مساء الخير، مساء الخير أعزائي الطلاب، كيف الصوت عندكم؟ كيف الصوت يا شباب؟ طيب يلا بنرحب فيكم في جلستنا الخامسة لهذا اليوم من جلسات مقرر مبادئ الإحصاء. في هذه الجلسة أبنائي سنكمل الموضوع اللي بدأنا فيه في الجلسة الماضية اللي هو مبادئ الاحتمالات والتوقعات الاحتمالية. طيب نحن حكينا في الجلسة الماضية أو ذكرناكم في الجلسة الماضية بأهم استخدامات الاحتمالات وذكرنا بالمفاهيم الأساسية الخاصة بالاحتمالات مثل التجربة العشوائية وفراغ وفضاء العينة. حكينا عن الحدث وما هي أنواعه، وعلمناكم أو ذكرناكم كيف تحسبوا احتمال تحقق الحدث العشوائي. حكينا أيضا عن أهم قوانين الاحتمالات، تمام، مثل قوانين مثل قانون جمع الاحتمالات. إذا مثل قانون جمع الاحتمالات وقانون ضرب الاحتمالات، إذا كلهم هذول حكينا عنهم. آخر شيء حكينا عن قانون الاحتمال الشرطي. طبعا قانون الاحتمال الشرطي نستخدمه وقت بيكون لدينا حدثين، تمام، ونريد حدثين. طبعا احتمال الحدث الأول مرتبط أو مشروط بوقوع حدث آخر. علمناكم كيف تحسبوا هذا الاحتمال باستخدام قانون الاحتمال الشرطي، وأيضا تمام اشتقينا اللي تتذكروا امبارح قانون التقاطع من قانون الاحتمال الشرطي واخذنا مثال عليه، تمام. وصلنا عند الاحداث المستقله. هذا السؤال، متى يكون الحدثين مستقلين؟ يعني لدينا حدثين اللي هن A و B، متى يكون هذين الحدثين حدثين مستقلين؟ عندما تتحقق هذه المعادلة، عندما يكون احتمال تقاطعهما مساويا لاحتمال جدائهما، واضح؟ إذا تحققت هذه المعادلة، إذا شو بيكون الحدثين الشباب مستقلين؟ إذا كان احتمال تقاطع الحدثين مساويا لاحتمال جدائهما، فإن الحدثين يكونان مستقلين. طيب يلا، رح ناخذ مثال هذا. المثال هو التالي، إذا كان احتمال أن تنتج الشركة شام، وإذا عندي شركة منظفات تنتج نوعين من المنتجات، تمام يا شباب، إذا لدينا شركة منظفات تنتج نوعين من المنتجات، المنتج الأول هو الشامبو والمنتج الثاني اللي هو الصابون. الاحتمال أن تنتج الشركة شامبو راح نربط له بالرمز BA. ماذا يساوي هذا الاحتمال أبنائي؟ 60%. تمام؟ طيب، واحتمال أن تنتج الشركة صابون راح نرمز له بالرمز BB. هذا الاحتمال أبنائي يساوي 75%. واحتمال أن تنتج الشركة صابون وشامبو، كيف فينا نعبر عن هذا الاحتمال يا حنين، وسيم، معتز؟ إذا الاحتمال أن تنتج الشركة صابون وشامبو معناته هو احتمال تقاطعهما، صح؟ بي اي تقاطع بي، ماذا يساوي هذا الاحتمال يا شباب؟ يساوي 50%. إذا احتمال أن تنتج الشركة صابون وشامبو إذا هو بي A تقاطع B ويساوي هذا الاحتمال 50%. إذا هي فرغنا المعطيات بطريقة صحيحة، تمام؟ فإذا بين قوسين هذا العمل اللي قمت فيه أنا، شو اسمه بالرياضيات يا كرم، وسيم، آلاء، محمد، أحمد، اسمه نمذجة، تمام؟ هذول الشغلات البسيطة اللي إذا شو المقصود بالنمذجة يا شباب؟ هو تحويل المسائل من الصيغة اللفظية إلى الصيغة الرياضية، هاي المقصود بالنمذجة.
باستخدام شو؟ النماذج او باستخدام الصيغ الرياضيه. الصيغ الرياضيه ممكن تكون معادلات، ممكن تكون متراجعات، تمام؟ اذا هاي هي النماذج يا شباب، والا ما بتنحل المسائل معكم، تمام؟ يلا. سواء كان بالاحتمالات ولا ببحوث العمليات ولا، تمام؟ كنت تستخدموا النماذج لحل المشاكل. فأي مشكلة ما فينا نخليها بشكل لفظي ولا ما بتنحل، مضبوط يا معتز؟ ماسا كرم. إذا لحل المسائل أو المشاكل اللي بتواجهنا، تمام؟ فالمشاكل تعرض دائما بشكل لفظي، بس ما بتنحل إذا خليناها بشكل لفظي. طيب كيف؟ شو لازم نعمل؟ لازم نحولها من الصيغة اللفظية للصيغة غالبا الرياضية، تمام؟ باستخدام النماذج الرياضية أو شو صيغ رياضية مختلفة، اللي هي ممكن تكون عبارة عن معادلات أو متراجعات. بعدين الخطوة اللي بعدها بنحل هذه المعادلات وهذه المتراجعات، بنحلها فبنتوصل لحل لهذه المشكلة. طيب إذا هلا نحن عبرنا عن المسألة بشكل رياضي، هلا صار بإمكاننا نحل هذه المسألة. الطلب الأول، ما هو احتمال أن تنتج الشركة صابون أو شامبو؟ إذا بس تشوفوا أو شو كنت تستخدمه يا أحمد؟ قانون شو استماع، ما هيك يا حنين؟ مرح، نيرمين، حسن، ممتاز. إذا بس تشوفوا أو كنت تستخدموا قانون الاجتماع اللي هو راح أذكركم فيه على السريع، اللي هو بي اي اجتماع دي. ماذا يساوي بي اي اجتماع دي؟ يساوي الاحتمال اي زائد احتمال بي ناقص احتمال تقاطعهما. إذا يساوي الاحتمال اي اللي هو دي 60% زائد احتمال بي 75%، تمام؟ ناقص احتمال تقاطعهما ناقص 50%، واضح أبنائي؟ طب يطلع معكم الاحتمال المطلوب بكل بساطة، تمام يا شباب؟ لهون مين عنده أي سؤال؟ من لديه سؤال؟ طب يطلع الاحتمال المطلوب قديش؟ بيطلع الاحتمال المطلوب بعد ما نعوض؟ طبعا أنا عوضت بس عشان ما أضيع الوقت، تمام أبنائي؟ هاي عوضت، شايفين؟ 60% زائد 75% ناقص 50%، فإذا بيطلع الاحتمال المطلوب أبنائي 85%، واضح؟ يلا الطلب اللي بعده، ما هو احتمال ألا تنتج الشركة صابون؟ الاحتمال أن تنتج الشركة صابون 75%، احتمال ألا تنتج، طبعا رمزنا لاحتمال أن تنتج الشركة صابون بالرمز بي بي، احتمال ألا تنتج الشركة صابون هو بي بي فتحة اللي هو الاحتمال المكمل أو المتمم. ماذا يساوي هذا الاحتمال؟ واحد ناقص احتمال بي، يعني واحد ناقص صفر واصلة 75، قديش بيطلع الاحتمال المطلوب؟ 25%، واضح أبنائي؟ هاي الطلب الثاني خالصين منه. الطلب الثالث، هل إنتاج الشركة للصابون مستقل عن إنتاجها للشامبو؟ متى يكون الحدثين؟ الحدثين هون شو هن يا ميرمين، حسن، معتز، ماسه؟ الحدثين هن انتاج الشركه للصابون وانتاج هذا الشامبو. هل هذين الحدثين مستقلين؟ متى يكون الحدثين مستقلين؟ عندما يكون احتمال تقاطعهما، يعني بي اي تقاطع بي مساويا لاحتمال جدائهما. اذا تحققت هذه المعادله شو بيكون الحدثين ابنائي؟ مستقلين. خلينا نشوف، خلينا نحسب احتمال جدائهما، يعني احتمال A ضرب احتمال B، تمام؟ إذا كان طلع مساوي لاحتمال التقاطع اللي هو نص، بيكونوا الحدثين مستقلين. إذا كانوا غير متساويين ما بيكونوا مستقلين، واضح يا شباب؟ هاي بكل بساطة، واضح أبنائي؟ يلا خلينا، إذا احتمال جدائهما، إذا يعني قديش 0.60 ضرب 0.75، قديش بيطلع؟ بيطلع 0.45 يا حنين. إذا 0.60 بنتي ضرب 0.75
تمام. فإذا الاحتمال جدائهما بيطلع 0.45، لا يساوي، لاحظي بنتي، تمام، إذا لا يساوي احتمال تقاطعهما. احتمال تقاطعهما قديش يعني؟ مرح، ميرمين، حسن. احتمال تقاطعهما نص، إذا احتمال جدائهما لا يساوي احتمال تقاطعهما، تمام. وبالتالي فإن الحدثين غير مستقلين، يعني إنتاج الشركة للصابون ما هو مستقل عن إنتاج الشامبو. يعني أحيانا نشوفه بشركات المنظفات، شو معنى هذا الكلام؟ بشركات المنظفات أحيانا خط الإنتاج الواحد بيستخدموه لإنتاج عدة منتجات، وبالتالي فإن إنتاج الشركة لهذا المنتج يعني غير مستقل عن إنتاج المنتج الآخر. يعني نفس الخط ممكن ينتجوا، يعني يستخدموه لإنتاج مثلا الشامبو، أو ممكن يستخدموه لإنتاج مثلا سائل غسيل اليدين إلى آخره، بس بغيره بالمواد الداخلة في الإنتاج، تمام، أحيانا، أو بغيره شوي ب خلينا نقول هذا الخط، بيعدلوا تعديلات بسيطة. إذا نفس الخط ممكن يستخدموه إذا لإنتاج عدة منتجات، وبالتالي فإن إنتاج الشركة للصابون غير مستقل عن إنتاجها لسائل الجلد. شلون عرفنا؟ من خلال إذا هذه الصيغة أو المواضيع. واضح أبنائي؟ هيك بنكون حلينا هاي المسألة بالكامل. في حد عنده أي سؤال؟ تمام؟ الاحتمالات ما صعبة، ممتعة، ما هيك يا يعني. شباب وسيم، على محمد، أحمد، طيب يلا كلام، شو سؤالك؟ تفضل. كلام، ما هو سؤالك؟ تفضل. لا، الحدثين متنافيين، لا، الحدثين متنافيين غير مستقلين، تمام. هلا الحدثين متنافيين، وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر، ماشي الكلام؟ يعني مثل النجاح والرسوب، وقوع النجاح ينفي وقوع الرسوب، تمام. أما إنتاج الشركة للصابون يا كرم لا ينفي إنتاجها للشامبو، لو كانوا هذول الحدثين مستقلين، واضح؟ تمام، الحدثين المتنافيين غير الحدثين المستقلين. شو المقصود بالحدثين المستقلين كرام؟ الحدثين المستقلين يعني لا يوجد علاقة بينهما، يعني غير مرتبطين. الاستقلال هو عكس الارتباط يا يعني كرام، تمام. الأوقات بتقول أنت ما في علاقة بينك وبين شخص آخر، تمام، لا يوجد علاقة، يعني لا يوجد ارتباط، معناته شو؟ أنت منفصل عنه، يعني لا يوجد عفوا، أنتم مستقلين عن بعض. مستقلين يعني ما في ارتباط بيناتكم، تمام. إذا الاستقلال هو عكس الارتباط. أما الحدثين المتنافيين، لا، مختلفين شوي. الحدثين المتنافيين وقوع أحدهما ينفي وقوع الآخر، مثل النجاح والرسوب. طيب يلا، بس إذا ذكرتهم هلا بشكل سريع بالمتغيرات العشوائية، هلا تتذكروا بأول محاضرة، تمام، حكينا عن أنواع المتغيرات، ما هيك يا شباب؟ المتغيرات نوعين، في عندكم متغيرات عشوائية منفصلة، وفي عندكم متغيرات عشوائية متصلة أو مستمرة، صح؟ المتغيرات العشوائية المنفصلة قلت لكم جبت سؤال زمان عليه بالامتحان، إنه تأخذ، شو كانت صيغة السؤال يا معتز؟ يلا تكرم، هيك واضحة؟ يلا طيب، قلت لكم جبت سؤال بالامتحان، كان صيغة السؤال على الشكل التالي، إنه تأخذ المتغيرات، طبعا الأسئلة مالتيبل تشويس، خيارات متعددة، تأخذ المتغيرات العشوائية المنفصلة، شو دائما؟
إجابة صحيحة قيما صحيحة، تمام؟ بينما المتغيرات العشوائية المتصلة أو المستمرة، شو الإجابة الصحيحة؟ تأخذ قيما صحيحة أو كسرية، ما هيك؟ إذا هلا الحقيقة هلا المتغيرات العشوائية المتصلة، وضربت لكم أمثلة عديدة على المتغيرات العشوائية المتصلة مثل عدد القطع السليمة، حصلنا الرقم صحيح. عدد القطع المعيبة في الشركة، حصلنا الرقم صحيح. عدد الأطفال في الأسرة، حصلنا الرقم صحيح. عدد الذكور في الأسرة، عدد الإناث، عدد حوادث السير، كل هاي أرقام صحيحة. واضح؟ إذا أنا شو نوع المتغيرات هاي؟ هي متغيرات عشوائية منفصلة. في الواقع هناك توزيعات احتمالية خاصة بهذه المتغيرات، من أهم هذه التوزيعات الأبنائي توزيع ثنائي الحدين وتوزيع بواسطة. أيضا شوفوا في هناك كمان توزيعات احتمالية خاصة بالمتغيرات العشوائية المتصلة أو المستمرة. من أهم هذه التوزيعات يا شباب التوزيع الطبيعي اللي هو النورمال ديستريبيوشن، اللي حكيت عنه أكثر من مرة يا أحمد، محمد، آلاء، وسيم، كرم، باسا. إذا حكيت أبنائي عن التوزيع الطبيعي أكثر من مرة، كمان راح نتناوله بالتفصيل هذا التوزيع بالإضافة لهذين التوزيعين، راح نتناولهم بالتفصيل من التوزيع الثنائي وتوزيع واسع. هلا المتغير العشوائي، بس بدي أذكركم بالمتغير العشوائي. المتغير العشوائي حكينا إما أن يكون منفصل أو متصل، صح؟ المنفصل يأخذ قيم صحيحة، المتصل لا، يأخذ قيم صحيحة أو كسرية. طيب، وضربت لكم أمثلة على المتغيرات العشوائية المنفصلة. هلا بس بدي أوضح نقطة يا شباب، إنه كل التوزيعات الاحتمالية أبنائي لها وظيفة واحدة. شو وظيفتها يا معتز، حسن، مين بيعرف؟ إذا كل التوزيعات الاحتمالية، يمكن سمعانين انتم بالتوزيعات الاحتمالية، هلا التوزيع الثنائي وتوزيع بواتسون والتوزيع الطبيعي، هاي شو بنسميها هاي التوزيعات يا حسن؟ بنسميها توزيعات احتمالية. طبعا هناك توزيعات احتمالية خاصة بالمتغيرات العشوائية المنفصلة، وتوزيعات احتمالية خاصة بالمتغيرات العشوائية المتصلة. كل التوزيعات الاحتمالية أبنائي لها وظيفة واحدة، مين بيقول شو وظيفتها يا شباب؟ إذا كل التوزيعات الاحتمالية يا حنين وراح لها وظيفة واحدة، شو وظيفة التوزيعات الاحتمالية؟ مين قال لي؟ التوصيف؟ لا مو التوصيف، غير التوصيف. الجواب قدامكم، اقرأوا سلايد تلاقوا الجواب. يلا اقرأوا سلايد لو سمحتوا. الجواب أمامكم. إذا التوزيعات الاحتمالية شو وظيفتها؟ تبين لنا، هاي الوظيفة تبعها، تبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي X. ماشي، هاي وظيفة التوزيعات الاحتمالية يا وسيم، كرم، ماسة، معتز، حسن، إيرمين، مرح، أمين. واضح؟ هاي وظيفة التوزيعات الاحتمالية، سواء كانت متصلة ولا منفصلة، سواء كانت خاصة بالمتغيرات العشوائية المنفصلة أو المتصلة. راح ناخذ مثال. أنا مثلا المتغير العشوائي المنفصل هو راح نرمز بالرمز X. X ممكن يكون على سبيل المثال عدد القطع المعيبة في الشركة، مضبوط؟ هذا متغير عشوائي منفصل. شو حصلا بياخذ هذا يا وسيم؟ قيم صحيحة. يعني هلا طيب، اذا اردنا شوفوا يا شباب، حساب احتمال هذا الاحتمال بي، احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس اللي هو عدد القطع المعيبه في الشركه قيمه معينه، هاي القيمه لنفرض 5. شو احتمال ان يكون عدد القطع المعيبه في الشركه مثلا 5 قطع يا آلاء باليوم؟ هذا الاحتمال كيف فينا نحسبه يا هلا؟ باستخدام التوزيع الاحتمالي الخاص بهذا المتغير اللي هو هون توزيع ثنائي. هلا راح اعطيكم اياه بعد شوي، توزيع ثنائي الحدين. اذا بيمكنني من شو يا احمد؟ من حساب هذا الاحتمال. هذا الاحتمال مهم ولا ما مهم يا احمد؟ مهم. يعني في بيس مثلا
خليني أقول مدراء شركات متخذين قرارات يحتاجوا لحساب مثل هيك احتمال، تمام؟ فممكن يسألوا مدير الإنتاج هذا السؤال، شو احتمال أن يكون عدد قطع المعيبة عندك باليوم 5 قطع؟ تمام؟ فهو لازم يقللهم أو يحسب هذا الاحتمال. كيف فينا نحسب هذا الاحتمال؟ نختار عينة عشوائية من هذه القطع، من إنتاج هذه الشركة، تمام؟ فبنختار عينة وبعدين بنشوف. طبعا هلا بعد شوي راح اعلمكم كيف تحسبوا هذا الاحتمال. اذا كل التوزيعات الاحتماليه ابنائي لها وظيفه واحده، شو وظيفتها؟ اذا تبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي اكس. طيب برافو عليكم. خلينا ناخذ هذا المثال. المثال هو التالي، تتذكروا الاستبيان اللي اعطيتكم اياه او اللي شرحته بالجلسه الاولى والثانية؟ طيب خلينا نشوف أنا وياكم هذا الاستبيان. هذا الاستبيان تتذكروه؟ إذا بهاي رسالة الماجستير اللي عرضتها بالدرس الأولى اللي هي أثر الالتزام بمبادئ إدارة الجودة في تحسين جودة الخدمات، الاستبيان وين حاطين نسخة منه إذا تتذكروا؟ ب نهاية طبعا بآخر الرسالة. هذا الاستبيان إذا بتتذكروا حكيت لكم أنا إنه كل عبارة من عبارات هذا الاستبيان شو بنسميها يا وسيم؟ آلاء، محمد، أحمد، بنسميها متغير. فإذا عندي مثلا 30 عبارة أو 40 عبارة معناته كم متغير؟ عندي 40 متغير. واضح؟ إذا كل عبارة يا حنين، مرح، نيرمين، حسن، معتز، كل عبارة أبنائي من هذه العبارات شو بنسميها الحقيقة بالدراسة أو المشروع؟ بنسميها فاريبل بالمتغير. طيب شو نوع المتغير هون؟ متغير عشوائي منفصل ولا متصل؟ بسرعة، شو نوع المتغير هون؟ متغير عشوائي منفصل ولا متصل؟ ياخذ حفرا قيم صحيحة، إما واحد أو اثنين. برافو برافو شباب. إذا هذا المتغير، إذا شو نوعه؟ إذا المتغير عشوائي منفصل لأنه يأخذ قيم صحيحة. شو القيم اللي بياخذها يا كرم؟ إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، واحدة منهم بياخذ. فهذه القيم كلها قيم صحيحة، ما في فواصل. ما هيك يا مرح؟ إذا واضح بنتي؟ خلينا ناخذ أول عبارة، يعني أول متغير. نتاخذ الإدارة على عاتقها تطوير طرق العمل. إذا هاي أول متغير أو أول عبارة. هذا المتغير أو هذه العبارة تأخذ كم قيمة يا وسيم؟ محمد تأخذ 5 قيم، إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. هاي العبارة شوفوا راح أرمز لها بالرمز إكس، شو راح أرمز لها؟ بالرمز إكس. إذا مو اتفقنا إنه هاي العبارة يا حسن متغير؟ إذا هذه العبارة أبنائي متفقنا إنه هي متغير عشوائي منفصل؟ شو راح نرمز لها يا مرح؟ بالرمز اكس. واضح؟ تمام يا شباب. اذا هذه العباره ابنائي هي متغير عشوائي منفصل، راح نرمز لها بالرمز اكس. معناته هذا المتغير العشوائي المنفصل اللي هو هذه العباره، شو بياخذ؟ شو القيم التي ياخذها يا وسيم؟ على اما واحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه. يلا خلينا نرجع للسلايد. شايفين؟ إذا هذا المتغير العشوائي إكس شفتوه؟ هاي الإكس شفتوها؟ راح أعتبر لكم الخط. تمام؟ هذا المتغير العشوائي إكس. واضح أبنائي؟ تمام؟ هذا المتغير العشوائي إكس، شو نوعه؟ راندوم، راندوم عشوائي، وفاريبل متغير، تمام؟ فالمتغير العشوائي إكس اللي هو العبارة اللي هلا شرحناها. إذا شو رمزنا له بالرمز؟ إكس، هاي إكس. وهذا المتغير يا أحمد شو بياخذ؟ إما 5 أو 4 أو 3 أو 2 أو 1، صح؟ هاي القيم التي يأخذها من المتغير العشوائي إكس اللي هو العبارة اللي حكينا عنها، إنه تأخذ الإدارة على عاتقها مثلا كذا تطوير طرق العمل. هلا الخمسة ماذا تعني بالإنجليزي يا ماسة؟ تعني strongly agree.
واثق وشدين، 4 اجري، 3 نيوترال محايد، 2 تعني ديس اجري غير موافق، الواحد ما له تعني شباب سترونجلي ديس اجري. واضح؟ هذول هلا شرحناهم صح؟ ما جيب شيء من عندي. طيب لنفرض، شوفوا ابنائي، لنفرض انه تم توزيع هذا الاستبيان على عينه حجمها 100 شخص. قديش حجم العينه يا آلاء وسيم؟ اذا نحن هذا الاستبيان ابنائي وزعناه على عينه حجمها كم شخص؟ 100 شخص. بعدين هال 100 شخص جاوبوا طبعا على اسئله هذا الاستبيان، من بين هاي الاسئله اللي هو المتغير اكس اللي هو العباره الاولى، تمام؟ فخلينا نفرغ اجاباتهم ضمن هذا الجدول. اذا هلا راح نفرغ اجابات افراد العينه ضمن هذا الجدول، تمام؟ يلا خلينا نفرغ. هلا اللي اختاروا موافق بشده، يعني اختاروا هاي الخمسه، قديش عددهم؟ اذا 10. اذا هذا العمود شو عنوانه؟ نمبر ريسبوندينج، اذا عدد المجيبين اللي اختاروا موافق بشده 10، اللي اختاروا موافق 20، وهكذا. مجموعهم قديش؟ 100، تمام؟ هلا فينا نحسب الاحتمال يا مرح، ميرمين، حسن، نعم. شو احتمال؟ شوفوا ابنائي، احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس القيمه 5، هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ 10 تقسيم 100، اذا 10%. واضح؟ تمام. عدد الاشخاص المجيبين اللي اختاروا هاي الاجابه 10 تقسيم المجموع الكلي 100. شو احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس القيمه 2 يا احمد؟ دي اكس تساوي 2، اذا 30 تقسيم 100 30%. اذا هاي 30% هي الاحتمال. واضح؟ تمام ابنائي، شايفين هذا الجدول؟ اذا هذا الجدول ماذا يبين لنا يا حنين، مراح، ميرمين؟ يبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي اكس، تمام بنتي؟ معناته اذا هذا الجدول ممكن نطلق عليه تسميه شو؟ اذا جدول التوزيع الاحتمالي. شو ممكن نطلق على هذا الجدول التسميه ابنائي؟ إذا جدول التوزيع الاحتمالي بالإنجليزي، شوفوا التوزيع الاحتمالي بالإنجليزي هو probability distribution. distribution توزيع، و probability شو؟ احتمالي. إذا التوزيع الاحتمالي لمين؟ للمتغير العشوائي المنفصل اللي هو X. إذا بالعربي، عفوا بالإنجليزي، التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي المنفصل X هو probability distribution of discrete random variables. واضح؟ ليش هذا توزيع احتمالي يا آلاء وسيم كرم؟ لأنه أنا حكيت لكم من البداية إنه كل التوزيعات الاحتمالية لها وظيفة واحدة. شو وظيفة التوزيعات الاحتمالية يا أحمد؟ تبين لنا الاحتمالات، هاي الاحتمالات شفتوها؟ إذا كل التوزيعات الاحتمالية لها وظيفة واحدة، تبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن أن يأخذها المتغير العشوائي. لذلك هذا الجدول شو اطلقنا عليه تسميه؟ التوزيع الاحتمالي. واضح ابنائي؟ تمام. اذا هاي المقصود بالتوزيعات الاحتماليه بشكل عام. فهمتوها ولا؟ اللي فهم علي اكتب لي رقم واحد. يلا اللي في شك، اللي ما فهم اكتب لي رقم 2، اللي عنده عدم وضوح اكتب لي رقم 2 برجع بعيده. معناته اموركم تمام، يلا فينا نكمل. تمام، هاي التوزيعات الاحتماليه بشكل عام هلا شرحتها، تمام. يلا هلا شايفين هذا الجدول يا شباب؟ فينا نحوله لمخطط بياني. تذكروا جدول التوزيع التكراري؟ الجدول التكراري اللي اعطيتكم اياه من محاضرتين ثلاثه، المحاضره الثانيه، تمام. قلت لكم جدول تكراري الحقيقة فينا نحوله لشو؟ مخطط بياني باستخدام البار تشارت العمود البياني. نفس الشيء الحقيقة، هذا الجدول اللي هو جدول التوزيع الاحتمالي يشبه جدول التوزيع التكراري الحقيقة، شايفين؟ تمام. هنيك كان في فئات وبعدين تكرار. إذا بتلاحظوا الفئات هي قيم المتغير هون،
فئات المتغير، تمام، هي القيم التي يأخذها المتغير. والنمبر اوف ريسبوندينج هو نفس التكرار يا وسيم، ملاحظين؟ والتكرار النسبي يا آلاء إذا تتذكري هو نفسه البروبابيليتي. إذا التكرار النسبي هو نفسه البروبابيليتي. إذا في تشابه كبير بين الجدول التوزيع التكراري اللي شرحته سابقا وجدول التوزيع الاحتمالي اللي شرحناه اليوم. دي كان في فئات، هون ما في فئات، في قيم يأخذها المتغير من 1 لـ 5 بدل الفئات، صح؟ فهاي القيم وين راح نمثلها يا يعني؟ شباب هاي القيم وين راح نمثلها؟ أبنائي على المحور الأفقي. إذا القيم المتغير من 1 لـ 5 وين راح نمثلهم؟ على المحور الأفقي. وبدال التكرارات راح نمثل الاحتمالات. الاحتمالات وين راح نمثلهم يا كرم؟ على المحور العمودي، تمام؟ بعدين بدال كل فئة، كل قيمة من هذه القيم راح نمثلها في مستطيل، ارتفاع المستطيل يتناسب مع الاحتمال، تمام؟ فبكون حولت هذا الجدول لمخطط بياني، وهذا الشيء اللي أنا اشتغلته. لاحظوا إذا القيم المتغير إكس من 1 لـ 5 مثلتهم على المحور الأفقي، والاحتمالات وين مثلتهم يا حسن؟ اللي هو بي إكس، الاحتمال شو؟ رمزنا له بالرمز بي إكس. وين مثلنا أبنائي؟ على المحور العمودي، تمام؟ هلا كل قيمة من هذه القيم من 1 لـ 5 مثلناها بمستطيل، لاحظوا ارتفاع المستطيل يتناسب مع الاحتمال. يعني شو احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس القيمه 1 10%؟ احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس 2 30%. احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس 3 كمان 30%. احتمال ان ياخذ المتغير العشوائي اكس القيمه 4 20% وهكذا. شايفين؟ اذا هذا المخطط اللي امامكم كمان ماذا يظهر لنا او يبين لنا؟ البروبابيلتي ديستريبيوشن. اذا هو عباره عن توزيع احتمالي يبين لنا احتمالات حدوث القيم التي يمكن ان ياخذها المتغير العشوائي هيك. واضح ابنائي؟ طيب يلا. انا حكيت لكم انه هناك توزيعات احتماليه خاصه بالمتغيرات العشوائيه المنفصله. من اهم هذه التوزيعات ابنائي توزيع ثنائي الحدين، هلا راح احكي عنه بالتفصيل. وفي توزيع ثاني كمان خاص بالمتغيرات العشوائية المنفصلة اللي هو توزيع بواسطة. اليوم راح احكي بس عن توزيع ثنائي الحدين، بعدين راح نتوقف، ما راح نطول عليكم كثير. ماشي أبنائي؟ توزيع ثنائي الحدين سموه بهذا الاسم لأنه يستخدم مع الظواهر أو المتغيرات التي يكون لها نتيجتين. شو هن النتيجتين؟ إما نجاح أو فشل. يعني مثل ظاهرة هلا تقديم الطالب للامتحان. هلا وقت يقدم الطالب امتحان شو النتائج المتوقعه؟ اما نجاح او فشل. معناته الظاهره المدروسه اللي هي الامتحان كم نتيجه لها يا وسيم؟ نتيجتين، نجاح وفشل. يعني على سبيل المثال اذا طلب منا حساب احتمال، تمام، ان يكون عدد الناجحين، عدد الناجحين هون راح نرمز له بالرمز اكس. يا وسيم، كرم، باسا، معتز، حسن. إذا عدد الناشئين في مقرر ما راح نرمز له بالرمز إكس. شو احتمال أن يكون عدد الناجحين في مقرر ما اللي هو إكس يساوي قيمة معينة يا كرم؟ القيمة نحن بنحددها مثلا 5. إذا احتمال أن يكون عدد الناشئين في مقرر ما يساوي قيمة معينة اللي هي 5. هذا الاحتمال راح نحسبه باستخدام توزيع، شو اسمه؟ توزيع للحدين. ليش يا شباب؟ لانه هون الظاهره المدروسه لها نتيجتين اللي هي الامتحان. شو هن النتيجتين؟ اما نجاح او رسوب. مثال اخر، طيب شو احتمال ان ياخذ ظاهره الانتاج؟ هلا الانتاج اما ان يكون سليم او هو معيب، ما هيك؟ معناته هاي الظاهرة المدروسة كم نتيجة لها اللي هي الإنتاج يا كرم؟ مراح، حنين، نتيجتين، سليم ومعين الإنتاج، تمام. فكمان فينا إذا أردنا مثلا نحسب شو احتمال
أن يأخذ المتغير العشوائي إكس، ممكن يكون المتغير العشوائي إكس هو عدد القطع السليمة مثلا، يساوي قيمة معينة مثلا 10، تمام؟ هذا الاحتمال في نفسه استخدام التوزيع الثنائي. هلا القانون الخاص بهذا التوزيع راح نشرحه على السريع، ماذا يساوي؟ إذا هذا القانون كنت تحفظوه ما هو صعب، هلا بشرحه. إذا بي ترمز للاحتمال، إيه ترمز للمتغير العشوائي إكس. طيب إكس هو لنفرض عدد الناجحين يساوي قيمة معينة، القيمة المعينة ممكن نفترضها 5 على سبيل المثال، أو 4 أو 10 قد ما بدكم. ماذا يساوي هذا الاحتمال؟ يساوي لتوافيق N عنصر مأخوذة إكس مرة. هلا التوافيق يا آلاء محمد أحمد لافا، مضبوط الاسم نطقته أنا يا بنتي. إذا توافيق N عنصر مأخوذة إكس مرة ماذا يساوي؟ يساوي لN عاملي على N ناقص إكس عاملي ضرب إكس عاملي، تمام؟ هلا ضرب هاي التوافيق، ضرب بي، بي هون بنتي ترمز لاحتمال النجاح. أنا بعطيكم إياها ضمن نص المسألة، وإن حجم العينة كمان نحن بنعطيكم إياها ضمن نص المسألة، والإكس صغيرة نحن بنحددها بنص المسألة. إذا هون أنا حددتها بشو؟ بخمسة. الإكس شو المقصود فيها؟ نمبر أوف سكسس بالإنجليزي، يعني عدد الناجحين. شو احتمال أن يكون عدد الناجحين يساوي 5؟ فإكس شو بنسميه بالإنجليزي؟ نمبر أوف سكسس. طيب ماذا تساوي اذا يساوي هذا الاحتمال؟ التوابيت ان عنصر مأخوذ اكس مره ضرب ب قوه اكس صغيره، يعني قوه 5، لان اكس صغيره حددتها ب 5. ب هي احتمال النجاح، نحن بنحددكم اياها او بنعطيكم اياها بنص المساله. ضرب كيو، كيو هو احتمال الفشل او الرسوب، كمان نحن بنعطيكم اياها او انتم بتستنتجوه. قوه ان ناقص اكس صغيره، فبيطلع الاحتمال المطلوب. واضح ابنائي؟ تمام. رح ناخذ مسألة هلا أو مثال، يلا. بس في مصطلحات لازم تعرفوها بالإنجليزي شباب، ليش؟ لأنه هلا بعد شوي بدنا نستخدم برنامج إكسل لحساب هذا الاحتمال، تمام؟ هذا القانون مطلوب يا حنين، القانون تبع التوزيع الثنائي مطلوب، ماشي؟ يلا. في مصطلحات، لا دي زائد كيو يساوي الواحد، تمام، اي مرتين مضبوط، دي زائد كيو تمام يساوي الواحد. طيب يلا، في مصطلحات باللغة الإنجليزية لازم تعرفوها لأنه بنستخدم برنامج إكسل، وهذا البرنامج يعتمد على هذه المصطلحات. من بين المصطلحات اللي لازم تعرفوها أنه التوزيع الثنائي بالإنجليزي هو الباينوميال ديستريبيوشن، فالدالة ضمن برنامج إكس شو اسمها؟ باينوميال ديستريبيوشن، تمام، هي نفس اسم التوزيع. طيب هذا التوزيع مثل ما حكينا يعتمد على ان حجم العينه طبعا، او يتم حساب الاحتمال من خلال عينه. فالعينه بيقصد فيها هون نمبر اوف ترايلز، عدد المحاولات، هو نفسه حجم العينه. والبي هو احتمال النجاح بالانجليزي the probability of success. طيب الاكس الصغيره شو؟ الاكس الصغيره طبعا شرحت لكم اياها، هي نمبر اوف سكسس، عدد الناجحين. الكيو شو بتكون بالحاله هي يا لافا احمد؟ بتكون الكيو اذا احتمال الفشل، ذا probability اوف فيلير، تمام، اللي هي 1 ناقص بي. اذا هاي المصطلحات ابنائي ضروري تعرفوها باللغه الانجليزيه كمان، لانه بتلزمني هلا راح نشوف بعد شوي. والتوافيق هلا شرحتهم انا. هلا التوزيع بالحدين له خاصيتين يا يعني. شباب شو هن الخاصيتين؟ راح اشرحهم سريع. متوسط هذا التوزيع اللي بنرمز له بالرمز بيو يساوي دائما لان ضرب بي. هذا القانون كمان مطلوب يا يعني. كرم ما كان معتز صراحة. اذا هذا القانون شغلته بسيطة، اذا هاتين الخاصيتين بعد ضروري تعرفون انه متوسط توزيع الحدين او ثنائي الحدين يساوي دائما لان اللي هي حجم العينه او عدد المحاولات ضرب بي اللي هو احتمال النجاح. اما تباين هذا التوزيع يساوي لان ضرب بي ضرب كيو. يلا راح ناخذ مثال على السريع ونحله بعدين نتوقف. يلا المثال هو التالي. يلا المثال هو التالي.
طيب، بفرض أن عدد الناشئين في مقرر ما أو في مقرر الأخبار راح نرمز له بالرمز شو؟ إكس. هو بتغيير عشوائي منفصل يطلع توزيع بالحد دائمي. فإذا كان احتمال النجاح، احتمال النجاح اللي هو بي، ماذا يساوي 80%؟ فالحالة هاي كيو قديش يا حنين؟ مرح، ميرمين، حسن، معتز، كيو شو تساوي؟ أنا ما بعطيك كيو، أنا بعطيك بس بي، أنت بتستنتج لحالة كيو. إذا الكيو هو احتمال الفشل بالحالة هاي 20%، برافو. تقدم لهذا الامتحان 20 طالب، معناته ايش شو تساوي هون يا لافا؟ احمد، محمد، الاء، وسيم. اذا تقدم لهذا الامتحان 20 طالب، معناته ايش شو تساوي 20؟ واضح ابنائي؟ هاي معطيات المسألة صارت اعتقد واضحة. اذا البي صارت معلومة، الان معلومة، الكيو معلومة، واضح؟ هلا الطلب الاول، احسب متوسط هذا التوزيع وتباينه. هلا متوسط التوزيع شو رمزنا له بالرمز ميو؟ ماذا يساوي؟ يساوي الام اللي هي حجم العينه ضرب بي. بي هو احتمال نجاح، برافو عليكم. فالام قديش؟ 20، والبي 80%، فبيطلع وسطي هذا التوزيع. يعني متوسط عدد الناجحين، شو المقصود بوسطي هذا التوزيع يا يعني وسط عدد الناجحين في هذا المقرر 16 طالب. واضح يا حسن، معتز، مرح، ماتا، كرم، تمام يا آلاء، لافا، أحمد، محمد. إذا وسط عدد الناجحين في هذا المقرر هو نفسه متوسط هذا التوزيع، كم طالب؟ 16 طالب. يلا هلا تباين هذا التوزيع، شو رمزنا له بالرمز؟ سيجما مربع، ماذا يساوي؟ يساوي ل ان ضرب بي ضرب كيو. اذا ان ضرب بي ضرب كيو، هلا ان ضرب بي 16، مضبوط. اذا هلا مباشرة يعني 16 ضرب 20%، برافو عليكم، صح. قديش بيطلع الجواب؟ 3.2 تقريبا، يعني 3 تقربون لأقرب رقم صحيح، 3.2 يعني 3 تقريبا. إذا بنقول تباين هذا التوزيع 3 طلاب، يعني رقم صحيح لازم يكون صح. إذا تباين هذا التوزيع أو تباين عدد الناجحين، إذا تباين عدد الناجحين كم طالب؟ 3 طلاب تقريبا. يلا خلصنا من الطلب الأول، هلا الطلب الثاني أبنائي، يلا احسب احتمال أن ينجح جميع الطلاب، تمام؟ إذا أحسب احتمال أن ينجح جميع الطلاب، جميع الطلاب يا حسن كم طالب عندك؟ كم طالب عندك؟ 20. شو احتمال أن ينجحوا كلهم؟ احتمال أن ينجحوا على 20 طالب كلهم حسن، معناته بي إكس، تمام؟ بي اكس ماذا يساوي؟ 20. تمام، اكس هون هو عدد الناجحين، متغير عشوائي منفصل. احتمال انه ينجحوا كل الطلاب، معناته الاحتمال المطلوب هو بي اكس يساوي 20. هذا الاحتمال ماذا يساوي يا ماسا، حنين، احمد؟ ماذا يساوي هذا الاحتمال؟ بدكم طبق القانون يساوي لتوافيق ان عنصر مأخوذة اكس مرة ضرب بي اللي هو احتمال النجاح قوة اكس ضرب كله ضرب، ما في جمع هون يا شباب، كيو، كيو يعني احتمال الفشل، قوة ان ناقص اكس. واضح أبنائي؟ يلا بس بنطبق، لا شغلته بسيطة يا شباب، يلا خلينا نطبق. إذا الاحتمال المطلوب يساوي، يلا هلا إن قديش يا شباب؟ إن 20، وإكس صغير 20، تمام؟ ضرب بي قديش يا لافا؟ 0.80 بنتي،
تمام، قوة إكس، إكس قد إيش؟ قوة 20 ضرب كيو، كيو يعني 0.20، قوة إن ناقص إكس، إن 20 وإكس 20، 20 ناقص 20 يعني قوة صفر. يلا هلا أي عدد قوة صفر ماذا يساوي يعني شباب؟ واحد. تمام، هلا ظل بدكم تحسبوا، وأي عدد هلا توافيق أي عددين، أو توافيق، التوافيق عندما تكون n مساوية ل x كمان تطلع واحد. ماشي، راح أحسب لكم إياها هون، يعني سي n x شو تساوي؟ لأن عاملي على n ناقص x عاملي ضرب اكس عامل. تمام، هلا ان عامل قديش يا كرم؟ 20، يعني 20 عامل. هلا هاي البسط، المقام ان ناقص اكس يعني 20 ناقص 20 صفر عامل. هلا الصفر عاملي واحد يا شباب، الصفر عاملي واحد، ضرب اكس عاملي، اكس عاملي يعني 20 عاملي. هلا 20 عاملي تقسيم 20 عاملي يا معتز، بنفس التوافيق هون، جواب النهائي ليش بتطلع؟ توافيق 20 مأخوذ 20 مرة، جواب شو بيطلع؟ واحد. واضح عمالي؟ إذا هاي إذا بتطلع واحد. وأي عدد قوى صفر واحد، بس شو في عندك يا أحمد؟ بس بدك تطلع 0.80 قوى 20، تستخدم الآلة الحاسبة طبعا. يلا راح استخدم الآلة الحاسبة، هاي الآلة الحاسبة، إذا عودوا حالكم على استخدام الآلة الحاسبة تبع الجهاز أبنائي. يلا يلا الآلة الحاسبة، إذا ضل عندي 0.80، هاي 0.80 تمام، قوة هاي اكس قوة واي، شفتوها يا وسيم؟ لا محمد، هاي هذا الخيار كنت تستخدموه، اكس قوة واي، الواي هون اللي هو الأرض قد ايش؟ تمام، هاي قوة 20، فبيطلع الاحتمال المطلوب قد ايش؟ 11 بالألف. راح نكتفي بثلاث أرقام بعد الفاصل يا شباب، إذا هذا الاحتمال المطلوب 11 بالألف، راح نكتفي بثلاث أرقام بعد الفاصل. إذا الاحتمال المطلوب أبنائي 0.011، واضح؟ تمام يا حنين، نرمين، حسن، معتز، ماتا، وسيم، آلاء، محمد، أحمد، لافة، واضح أبنائي؟ إذا تكتفوا بثلاث أرقام بعد الفاصلة، إذا الاحتمال المطلوب أبنائي هو 11 بالألف. راح حل نفس الطلب باستخدام برنامج إكسل. يلا على السريع، إذا راح نحل نفس الطلب أعزائي، تمام، إذا راح نحل نفس الطلب باستخدام برنامج إكسل. يلا هلا خطوات الحل باستخدام إكسل، يلا طيب خطوات الحل باستخدام اكسل. اذا نحن هذا الطلب هلا حليناه، فطلع الاحتمال المطلوب قد ايش شباب؟ 11 بالالف صح؟ تمام، اذا الاحتمال المطلوب قد ايش طلع؟ 11 بالالف، هذا هو الطلب. يلا هلا نفس الطلب ابنائي راح حله باستخدام برنامج اكسل، منيح؟ يلا خطوات الحل باستخدام اكسل، يلا الجواب راح طلعوه هون ضمن هاي الخلية، يا عفوا يلا اذا ثواني بس، الجواب هون ضمن هاي الخلية راح نطلعه، منيح؟ يلا راح كبر الخلية شوي،
ماشي، إذا هلا راح أطلع الجواب باستخدام إكسل أو الاحتمال المطلوب، راح أطلعه باستخدام إكسل ضمن هاي الخلية. الخطوات بتروحوا على الدالات يا شباب، على إف إيش؟ إن الدالات تختاروا الدالة المناسبة. الدالة المناسبة هي باينوميال ديستريبيوشن، شفتوها هي أول واحدة. إذا هاي الدالة المناسبة باينوميال ديستريبيوشن، اسم التوزيع توزيع ثنائي. إذا هاي الدالة المناسبة أبدائي باينوميال ديستريبيوشن، بتضغطوا على أوكي. بعدين بدكم تعبوا هاي الخلايا الأربعة. إذا ضمن هاي النافذة في عندي كم خلية؟ أربع خلايا بدكم تعبوهم. هلا بالخلية الأولى شو بدكم تنزلوا؟ نمبر أوف سكسس، عدد الناجحين اللي هو إكس صغير 20، تمام. بعدين بالخلية اللي بعدها أو بالخان اللي بعدها بدكم تنزلوا نمبر أوف ترايل، حجم العينة كمان 20، إذا حجم العينة كمان هون 20. هلا بالخان الثالثة بدكم تنزلوا البروبابيليتي أوف سكسس اللي هي البي، احتمال نجاح قد ايه؟ 0.80. طيب بالكوميونيتيز شو بتنزلوا؟ 0 0، الكوميونيتي فون 0. طيب يطلع الاحتمال المطلوب، شفتوا يا لافا كرم احمد، هاي الاحتمال المطلوب 11% نفسه، واضح ابنائي؟ اذا الاحتمال المطلوب هو نفسه اللي حسبناه هلا يدويا، تمام يا حنين ميرني معتز. يلا الطلب اللي بعده، الطلب اللي بعده يلا الطلب اللي بعده راح ارجع الشاشة مثل ما كانت. الطلب اللي بعده اللي هو الطلب رقم 3، احتمال ان ينجح 8 طلاب، معناته بي اكس شو تساوي هون يا كرم احمد محمد وسيم؟ بي اكس تساوي 8، احتمال ان ينجح 8 طلاب، معناته نمبر اوف سكسس اللي هو عدد الناجحين قديش هون؟ 8، معناته بي الاكس صغيره هون 8، بي اكس تساوي 8. وهي هاي كل ما في الامر، بس بنطبق القانون. اذا هون شو تغيرت يا لافا؟ تغيرت قيمه اكس صغيره بنتي، اذا الاكس صغيره قديش هون؟ 8، اذا بي اكس تساوي 8، احتمال ان ينجح من طلاب. مشان ما نضيع الوقت، اذا هذا هو الاحتمال المطلوب، خليني نشوفه على السريع. إذا بي اكس تساوي 8، هاي اكس كبيرة، اكس كبيرة هي عدد الناجحين، تساوي شو؟ قيمة معينة، القيمة هون أنا حددتها بالطلب اللي هي 8، صح؟ 8 طلاب، هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ لتوافيق ان عنصر اللي هو 20 مأخوذة 8 مرات، إذا اكس صغيرة هون 8 ضرب ب 0.80 قوة اكس قوة 8 ضرب كيو 0.20 قوة ان ناقص اكس 20 ناقص 8. فبيطلع الاحتمال المطلوب قديش؟ اذا 8 بال100000، 0.48، اذا 8 بال100000، تمام، 8 بال100000. طيب راح اطلع لكم هذا الاحتمال ايضا باستخدام برنامج اكسل. يلا على السريع، اذا الخطوات، إذا خطوات حساب هذا الاحتمال باستخدام إكسل، هون ضمن هاي الخلية راح نحسبه. إذا هذا الاحتمال راح طلع لكم إياه ضمن هاي الخلية باستخدام برنامج إكسل. طيب الخطوات نفسها بتروحوا على الدالات، على إف إكس، بالدالات تختاروا باينوميال ديستريبيوشن، بعدين تطلع لكم هاي النافذة بتعبوا هذول الخانات الأربعة. هلا نمبر أوف سكسس اللي هي إكس صغيرة 8، النمبر اوف ترايلز حجم العينه 20، احتمال النجاح ما بيتغير، انا اعطيكم اياه 80%، والكوميونيتيف زيرو. فبيطلع الاحتمال المطلوب ابنائي بيطلع 8، بل هذول الارقام اللي بعد الفاصله، 8 يقوى ناقص 5، 8 يقوى ناقص 5 فينا نكتبها بعده طرق يا كرام. كيف تكتبها؟ 8 ضرب 10 قوى ناقص 5، هذا الرقم نفسه، تمام يا لافا. هلا معناته هاي اللي هي حل محل الاساس 10، والاس هو الناقص 5، تمام، و8 هي نفسها. هلا 10 قوى ناقص 5 يا احمد
هي واحد على 100,000. العشرة قوى ناقص خمسة هي واحد على 100,000، تمام؟ فثمانية ضرب واحد على 100,000، قديش بيطلع الجواب يا يعني؟ لسه بيطلع بنتي 0.48. واضح؟ إذا نفس الرقم فينا نكتبه بكم طريقة؟ واحدة، تنتين، ثلاثة، أربع طرق. واضح أبنائي؟ إذا أحيانا الشاشة تبع الآلة الحاسبة لا تتسع لكتابة كل الخانات، فبيكتبوا الرقم بصيغة تدوين يعني بهذا الشكل. تمام؟ فهذا الرقم هو نفسه هذا الرقم، هو نفسه هذا الرقم، هو نفسه هذا الرقم. واضح يا شباب؟ تمام؟ هلا 8 ضرب 10 قوى ناقص 2 يا وسيم. هلا ال 10 قوى ناقص 2 يعني شو؟ ال 10 قوى ناقص 2 هي 1 على 100، ما هيك يا حنين؟ إذا ال 10 قوى ناقص 2 هي 1 على 100، ف8 ضرب 1 على 100 يعني 8%. تمام؟ وضحت الفكرة؟ تمام يا معتز. فإذا هاي 8%، إذا فينا نكتبها كمان بطريقة ثانية، 8 اي قوة ناقص 2، اي ناقص 2. فإذا الاي حلت محل الأساس 10 والأس قدامها وهي 8. واضح معي؟ ففي كثير طلاب الحقيقة بتلبكوا وقت بيشوفوا الأرقام مكتوبة بصيغة التدوين الياري، فحبيت بس أوضح هذا الأمر. مين عنده أي سؤال؟ ما لديه سؤال؟ كله واضح؟ لا، التباين يا كرم هو نفس الانحراف المعياري، الله يرضى عليك. التباين هو مربع الانحراف المعياري. تمام؟ التباين هو مربع الانحراف المعياري، مو نفس الانحراف المعياري. معناته الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين، تمام؟ فإذا طلبت منك مثلا تحسب لي الانحراف المعياري لهذا التوزيع، فبتجذر التباين شو بتحصل على الانحراف المعياري. ماشي؟ طيب مين عنده أي سؤال؟ من لديه سؤال؟ تفضل كرم، شو سؤالك؟ تفضل. يلا كرم، عم استنى. التباين بالتوزيع بالحدين شو اهميته؟ هلا شوف يا ابني، الانحراف المعياري شو وظيفته؟ يقيس انحرافات القيم عن المتوسط، صح؟ ما هيك؟ طيب التباين شو بيقيس؟ مربعات الانحرافات. اذا يقيس التباين مربعات انحرافات القيم عن المتوسط، هاي وظيفته للتباين والانحراف المعياري. ماشي؟ إذا الانحراف المعياري شو بيقيس؟ شو وظيفته؟ يقيس انحرافات القيم عن متوسط هذه القيم. أما التباين فهو يقيس مربعات انحرافات القيم عن هذا المتوسط، بس هاي الفرق بيناتهم، وهي وظيفة كل واحد منهم. ماشي؟ طيب يلا الطلب الرابع، يلا خلينا نحل الطلب الرابع شباب عشان ما نطول عليكم. احسب احتمال ان لا ينجح اي طالب، معناته عدد الناجحين هون شو يا لافه؟ احتمال ان لا ينجح اي طالب، عدد الناجحين اكس صغير زيرو بالحاله. برافو احمد. اذا احتمال يا ماسه ان لا ينجح اي طالب بنتي، معناته اكس صغير اللي هي عدد الناجحين بالحاله هاي قد ايش؟ صفر. واضح؟ تمام، معناته الاحتمال المطلوب هو بي اكس تساوي صفر. تمام، هلا بي اكس تساوي صفر نحن حسبناها مشان ما نضيع الوقت. تمام، هاي بي اكس تساوي صفر، بس بنبدل اكس صغيرة، اكس صغيرة صفر. تمام، بدلت. تمام، فطلع الاحتمال المطلوب رقم قريب جدا من الصفر، شايفين؟ احتمال ضعيف جدا. واضح أبنائي؟ هيك نكون خالصين من هاي المسألة. في مسألة ثانية راح نحلها على السريع خلال 5 دقائق، بعدين خالصين اليوم.
إذا في مسألة ثانية راح تحل على السريع، مثال رقم 2، لفرض أن عدد الناجحين في مسابقة ما، إذا هو إكس طبعا هو متغير عشوائي منفصل يتبع كمان توزيع تحدي. هذا المثال مشابه للمثال السابق، يلا راح نحله على السريع. فإذا كانت نسبة النجاح يعني البي، أي البي تساوي 60% وعدد المتسابقين تقدم لهذه المسابقة 10 متسابقين، معناته الآن قديش هون يا حنين؟ 10. واضح يعني ارمين حسن معتز ماسا؟ اذا الكيو قديش هون بالحاله هاي ابنائي؟ اذا كانت البي تساوي 60% الكيو قديش هون بالحاله هاي؟ 40%. برافو عليكم. تمام، بس هاي المعطيات. هلا المطلوب احسن احتمال ان ينجح جميع المتسابقين، معناته اكس صغيره شو تساوي هون يا ماسا؟ جميع المتسابقين 10، معناته هيك شو تساوي 10. هذا الطلب الأول. يلا الطلب الأول بي اكس احتمال أن ينجح جميع المتسابقين، اكس هون عدد الناجحين طبعا في المسابقة، شو احتمال أن يكون عدد الناجحين في المسابقة يساوي شو؟ 10. هذا الاحتمال يلا برافو حنين، هذا الاحتمال ماذا يساوي؟ للسي ان اكس، ان هون 10 وإكس صغيرة كمان 10، ضرب بي، بي هون احتمال نجاح هو 60% قوة إكس يعني قوة 10، ضرب كيو، الكيو هون احتمال الفشل اللي هو 40%، قوة إن ناقص إكس يعني 10 ناقص 10 قوة 0. هلا أي عدد قوة 0 يا وسيم؟ 1. والتوافق وقت بتكون n مساوي ل x كمان 1. شو ضل عندكم يا محمد مثلا معتز حسن؟ ضلكم تحسبوا 0.6 قوة 10. يلا هاي بالآلة الحاسبة رح تطلع الجواب. إذا هاي 0.6 وهاي قوة وهاي 10، هاي 10، فبيطلع الاحتمال المطلوب 6 بالألف. تمام أبنائي، هاي الاحتمال المطلوب شفتوه 6 بالألف. إذا الجواب تمام يا شباب، راح نكتفي بثلاث أرقام بعد الفاصلة بالتين، هاي 6 بالألف. إذا هاي الاحتمال المطلوب، هاي الطلب الأول. إذا حبينا نتأكد ونحل نفس الطلب باستخدام إكسل، كمان الشغلة كثير بسيطة، راح حل نفس الطلب باستخدام إكسل. يلا على السريع، هاي إكسل، يلا راح نحل أبنائي نفس الطلب باستخدام برنامج اكسل. هلا خطوات الحل باستخدام اكسل مثل ما اتفقنا، اذا بتروحوا على الدالات، من الدالات بتختاروا باينوميال ديستريبيوشن، بعدين بتعبوا هاي الخانات الاربعه. هلا نمبر اوف سكسس 10، نمبر اوف تريالز كمان 10، احتمال نجاح 0.60، والكوميونيتي سكور 0، هاي 0، فبيطلع الاحتمال المطلوب 6 بالألف. شفتوا يا يامس لافا كرم نفسه ما هيك؟ أحمد في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده أي سؤال لهون؟ معتز واضح؟ كله واضح؟ يلا الطلب اللي بعده خلينا نحله على السريع، طولنا عليكم اليوم سامحونا. يلا الطلب اللي بعده، احسب احتمال ان ينجح 5 متسابقين، 5 من اصل 10 يعني، معناته بي اكس شو تساوي هون؟ 5. اذا الطلب اللي بعده بي اكس، اكس هون عدد الناجحين يساوي 5. تمام، راح حل هذا الطلب باستخدام اكسل على السريع. إذا قديش بيطلع الاحتمال المطلوب؟ برافو عليكم 20%. يلا راح حله باستخدام اكسل هون. إذا هذا الطلب راح حله أبنائي باستخدام اكسل هون. يلا ضمن هاي الخلية هون أو هون. يلا راح كبر الخط. يلا راح حل هذا الطلب هون بهاي الخلية. بنروح على الدالات، من الدالات نختار binomial distribution، بعدين بنعدي هاي الخانات الأربعة. الخانة الأولى number of success 5، number of trials 10، احتمال نجاح 0.60،
الكوميونتي بيروح فبيطلع الاهتمام المطلوب، برافو عليكم. 26% راح يكتفي برقمين بعد الفاصل هون، واضح أبنائي؟ إذا الاهتمام المطلوب شفتوه 20%. تمام لهون يا شباب. الطلب الأخير يلا خلينا نشوفه، احتمال أن لا ينجح أي متسابق يا أحمد، وسيم، مازن، معتز، حنين، نافع، كرم، يامن. لا ينجح أي متسابق معناته بي إكس بدال 5 شو بتحطه؟ زيرو. عدد الناجحين هون زيرو، لا ينجح أي متسابق معناته عدد الناجحين زيرو، بدال 5 إذا نعوض صفر فبيطلع الاحتمال المطلوب. يلا راح حل هذا الطلب أيضا باستخدام برنامج إكسل. يلا السريع كمان بنروح على الدالات على اف اكس، بنختار الدالة المناسبة أبنائي اللي هي باينوميال ديستريبيوشن، وبنعبي هاي الخانات الأربعة. هلا نمبر اوف سكسس عدد الناجحين هون صفر، ونمبر اوف ترايلز 10، واحتمال نجاح 0.60، والكوميونيتي زيرو، فبيطلع الاحتمال المطلوب 1. تمام هاي الاحتمال المطلوب أبنائي بيطلع قديش؟ 1 بالـ10,000. تمام هاي الاحتمال المطلوب شفتوه، إذا 1 بالـ10,000. طيب أنا راح أكتفي بهذا القدر اليوم، الأسبوع القادم إن شاء الله أو الخميس القادم، أنتوا محاضرتكم يوم الجمعة، فإن شاء الله نتناول توزيع احتمال جديد اللي هو توزيع بواتسون. إذا وصلنا على توزيع بواتسون، بل عندنا توزيعين بدنا ناخذهم، توزيع بواتسون والتوزيع الطبيعي. إذا التوزيعات الاحتمالية معنا صعبة ممتعة الحقيقة، تمام، ولها استخدامات مهمة جدا على أرض الواقع في الدراسات وفي المشاريع، كمان ممكن نحتاجها أو تساعدنا الحقيقة، نحتاجها في عملية اتخاذ القرارات المختلفة. طيب مين عنده أي سؤال؟ أنا راح أكتفي بهذا القدر اليوم، اللي عنده أي سؤال يتفضل يسأل. طيب اللي كان كل شيء واضح بالنسبة له يكتب لي رقم 5. طيب برافو عليكم، اللي عنده غموض بأمر ما في مشكلة، فيه يسأل. طيب معناته الأمور كلها جيدة اليوم. طيب كويس ممتاز، معناته أموركم بخير، ما حدا عنده مشكلة الحمد لله. طيب انتو الله يعطيكم العافية، كمان بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وان شاء الله بشوفكم دائما بخير. نلتقي ان شاء الله يوم الجمعة القادم، شكرا والسلام عليكم.